على انه لما الوزير بيتغير والوزير الجديد بيجي بنقعد من الاول الفاتحه لغايه كل اعوذ برب الناس نقولها تاني وثالث ورابع وخامس. لكن لو كان رئيس الجمهوريه اشار الى هذا انا كنت اعرف عن جمهور اسرائيل بقول هذا هو رئيس الجمهوريه الرجل الدستوري الاول في البلد تعالوا نسكت. لا ده حصل من سيد رئيس الجمهوريه ولا الوم ولا حصل من في تصريح لوزاره الصحه ومن هنا الومه. انتوا عارفين ان احنا قررنا ان احنا نعمل اجراء هنعمل اتصال داخل مقر المقام وهنعمل اجراء على مدى فترات حددناها لعل وعسى انه وزيره الصحه تخرج من شعورها بان الصيادله مش مهمين وتحل الموضوع. المشكله كموضوع ان الصيادله وضعوا في الكادر في غير مكانهم الصحيح وحرموا من دخل مادي بشكل مهين لهم. وحتى الصيادله بيقولوا لنا احنا مش قضيتنا الدخل المادي، احنا اهميتنا ان احنا حاطين فين من السلسله الطبيه. هذا هو الموضوع. الخطا انه صدر قرار بقانون لم يتضمن الصيادله. مين اللي مسؤول عن الخطا ده؟ انا بقول انه سرعه تقديم الطلب الى رئيس الجمهوريه هو اللي عمل هذا الخطا. هيثم عبد العزيز عضو النخبه العامه للصيادله ورئيس لجنه الصيادله الحكوميين. احنا عندنا مطالب محدده. شفنا ان وزاره الصحه امتهنتنا في مشروع مشوه اسمه مشروع الحوافز وتجاهلت حقوقنا تماما وتعنتت في السماع لمطالبنا وارسلت المشروع لرئاسه الجمهوريه دون موافقه مننا وتدعي علينا ان احنا موافقين عليه. لا، احنا ما وافقناش على مشروع الحوافز وارسلنا رفض رسمي برفضه. عندنا طلب الاقرار مشروع قانون انشاء الهيئه المصريه للصيدله والدواء زي كل دول العالم. كل دول العالم انشات هيئات على غرار الهيئه المصريه للصيدله والدواء. احنا عندنا المشروع جاهز وبنقول ان المشروع ده هيوفر على الدوله مليارات الجنيهات وهيحط ملف الدواء في ايد الناس اللي بتفهم في الدواء.